مرحبا ويعطيكم العافية. موضوعنا اليوم عن 2D Transform Transformation بالCSS3. طبعا في عنا 2D وفي عنا 3D. احنا موضوعنا اليوم عن 2D 2 Dimensions اللي هما X و Y. 3 Dimensions بيكون في عنا X و Y و Z اللي هو بيتعامل مع ثلاثي الأبعاد. خلينا نطلع ايش يعني Transform. رح انا عملاها اما بالكليكس هنا، يعني لو انا قلت Click to Translate حيعمل هذا Translate، يعني تحرك. Reset هترجع، طبعا هاي بالتارجت سيلكتور او بالهوفر، انا عاملاها برضو بالهوفر. خلينا نشوف، هذا عمل موف، تحرك من مكانه لما عملت له هوفر. هذا لف، اوكي لف كده عكس عقارب الساعه. هذا كده تغير حجمه، اوكي تغير حجمه، صار بيضاوي. هذا انحرف، هذا تغير مكانه وصغر. هذا الكلام هو الترانسفورميشن. طبعا احنا بنلاحظ انه هي بتصير كده بحركة سريعة. ليش؟ لانه مش ماخدين احنا موضوع الترانزيشن، بس ناخد موضوع الترانزيشن بصير الموضوع يعني احلى، وبصير هيك بحركة خفيفة، ويعني بنلاحظها بالتفاصيلها. طيب خلينا نشوف. طبعا في HTML الملفات حطوا لكم اياها في الديسكريبشن. HTML ستراكتشر هاي اللينكس، وعمله لهم تارجت سيلكتور عشان يختار كل ديف خاص فيه. ونيجي للستايلينج. الستايلينج في البدايه ستايلينج عادي، بديش احكي فيه، راح اروح مباشره على لترانسفورم. نيجي على ترانسفورم. الترانسفورم في عنا ترانسليت، في عنا روتيت، في عنا سكيل، في عنا سكو، وفي عنا ماتريكس. ناخذ واحده واحده. الترانسليت يعني يتحرك، يتحرك يمين يسار فوق تحت، تاخد قيمة موجب تاخد قيمة سالبة. ايش يعني يمين ويسار؟ اللي هي محور السيني، يعني بحركه على الاكس اكسس، فوق وتحت على الواي اكسس، فانا بعطي قيمة اكس وواي. روتيت يعني بدي يلف، بدي يلف مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة، مع بعطي قيمة موجبة للزاوية، عكس عقارب الساعة بعطي قيمة سالبة. سكيل بتحكم في السايز تبع الاليمنت، اما بكبره او بصغره. كيف اكبره او صغره؟ بتحكم بالويدث والهايت اللي هو بيعتبرهم الاكس والواي. السكو انحراف، بعطيه قيمه اكس او زاويه اكس وزاويه واي، وبيعمل انحراف على اساسهم. ماتريكس بتجمع مجموعه من الخصائص السابقه فيه، وان بروبرتي يعني هي شورت هاند. هذا بشكل سريع. نيجي نشوف واحده واحده لترانسفورم. ترانسفورم يعني موف، موف ترانسليت اكس واي، او ترانسليت اكس اذا انا بس بدي اكس، او ترانسليت واي اذا انا بس بدي واي. طيب هاي ترانسفورم ترانسليت 70 وسالب 50، يعني حيمشي 70 لليمين وسالب 50 يعني حيطلع لفوق، يعني حيطلع حيتحرك يمين 70 ولفوق سالب 50. شوف كده، هاي تحرك يمين وطلع لفوق. هذا بالنسبه لايش؟ للترانسليت. هذا بالنسبه للترانسليت. طيب بنفع تكون هاي زيرو وبس يتحرك مثلا 120 على اليمين؟ اوكي هاي. طيب لو انا بديش استخدم ترانسليت، او بديش استخدم مثلا ترانسليت وانا عندي هاي زيرو، بدي استخدم بس ترانسليت اكس، بقدر اقول له ترانسليت اكس، يعني على الاكس اكسس 120. اوكي تمام نفس الحاجة، لكن بنفعش استخدم ترانسليت اكس وترانسليت واي التنتين مع بعض، لا بدي اعمل اكس واي بستخدم بس الاولى، مش هتشتغل معكم، هتشتغل بس اخر واحدة. نشوف كيف يعني لو انا قمت هاي وجيت عملت، بس هتشغل الواي هيها لانه اخر واحدة، والاكس كأنه ما شافهاش، ولو شفناها على الانسبكتور هنلاقيه شاطبها. شطبها بس اخذ اخر واحده فقط. هذا بالنسبه للترانسليت. طيب نيجي نشوف الروتيت، وانا عاملاهم بالتارجت او بالهوفر، وهدول الموضوعين مروا علينا قبل هيك. روتيت سالب 20 عشان هيك لفت بالعكس. لو انا قلت له 20 هتلف مع عقارب الساعه، يبقى موجب مع عقارب الساعة سالب عكس عقارب الساعة. هذا بالنسبة للروتيت. كلهم البروبرتي اسمها ترانسفورم، بعدك بقول ترانسفورم ترانسليت، ترانسفورم روتيت، ترانسفورم سكيل، بس الخاصية الأساسية
هي ترانسفورم ما تخربطوش. السكيل هي الحجم تبع الاليمنت. سكيل بتاخد اكس واي. طيب لو انا اجت قلت له نص ونص، لانه هي اصلا مربع الديف اللي عندنا، نص ونص، يعني حيصير نص الحجم بالويدث وبالهايت، صغرت الدائرة خالص. لو انا قلت له واحد ونص واحد ونص، يعني ايش؟ يعني حيكبر. طب واحد واحد مش هيتغير اشي زي ما هو. يبقى اذا انا بدي اكبر بزود الرقم، بدي اصغر، ممكن اقول له واحد ونص، 1.1، 7 من 10، 8 من 10، حسب قديش انا بدي اصغر او اكبر. واحد ونص يعني صار قده مرة ونص. طيب ممكن يكونوا مختلفين؟ ممكن اخليهم مختلفين زي الشكل اللي كان عندنا في البداية. هيو تمام، لكن مش حلو. طبعا نفس فكرة الترانزليت، ممكن يكون عندنا سكيل اكس، ممكن يكون عندنا سكيل واي، يمكن اعطي الويدث لحال والهايت لحال، او سكيل اكس واي مرة واحدة. السكون ممكن هي اقلهم استخداما، لانه هي انحراف. فانحراف انا بس بدي اعطي قيمة اكس وقيمة واي، هو بيعمل لي انحراف على اساسهم، على اساس الزاويتين، زاوية اكس وزاوية واي. طيب اخر اشي اللي هي الماتريكس. الماتريكس عنا بتجمع 6 values بالترتيب، هما سكيل اكس، سكو واي، سكو اكس، سكيل واي، ترانزليت اكس، ترانزليت واي. طبعا كل القيم مرت علينا بالسابق ما عدا الروتيت لا تشملها الماتريكس. في عنا اللينك هذا، طبعا هيو هذا مثلا، هي اكزامبل عليها اللي انا عاملاها هنا، هيو اوكي، اللي هي السكو زيروز بس بتعمل ترانزليت وسكيل. في عنا اللينك هذا، هتلاقوه في الديسكريبشن. اللينك هذا ايش بيعمل لنا؟ هذا جميل، يعني في بعض بيقولوا الماتريكس احنا مش بحاجة نقعد نحفظها، احنا ممكن شوفوا هنا، هقول له مثلا سكيل واحد، ومثلا واحد ونص، وواحد ونص مثلا، فهيو كبر. روتيت مثلا 30، اوكي، سكو مثلا بديش، ترانزليت مثلا بدي 2 و5، اوكي، وحيعطيني ايش؟ حيعطيني الماتريكس كاملة. اوكي، هذا يعني من المواقع اللي بتعمل جينيريشن للسي اس اس بروبرتيز، ممكن تطلعوا عليه. هذا بالنسبة للسي اس اس 3 2 دي ترانسفورميشن. كويس كتير انه احنا نطلع من يعني من المحاضرة هاي فاهمين ايش الفرق بين ترانسليت والسكيل والسكو والروتيت، وايش البروبر يعني ايش القيم الفاليوز اللي ممكن تاخدها، سواء بوزيتيف نيجاتيف، كيف تتعامل معها قبل ما ننتقل لموضوع الترانزيشن ان شاء الله. ويعطيكم العافية.